30,000 إيمانا منها بأهمية التعاون العربي المشترك في مجال الهندسة. الأعزاء الحضور، من انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات هو أمر بالغ الأهمية، وذلك نظرا للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في عصر الثورة الصناعية الرابعة، والتي باتت تلعب دورا محوريا في مختلف جوانب حياتنا، وبات من الصعب تحديد ملامح مجتمعاتنا ومدى تكيفها مع هذه التقنيات في السنوات المقبلة. يعد التحول الرقمي بوابة لعالم جديد من التحديات والفرص في ظل المدن الذكية، ومع زيادة اعتمادنا على التكنولوجيا تبرز الحاجة إلى بيئة مترابطة ومتصلة تتيح التفاعل والتشارك في مختلف القطاعات كالمواصلات والطاقة والصحة والبناء والتعليم والزراعة والقطاع المالي واللوجستي والإعلامي. ويشكل التكامل بين تقنية الاتصالات والمعلومات وهذه القطاعات حجر الأساس لبناء منظومة متكاملة تضمن بنية تحتية مستدامة وفعالة. وهناك العديد من التحديات التي تواجه التحول الرقمي في المنطقة العربية، مثل نقص البنية التحتية الرقمية ونقص الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال والكلفة العالية لتبني التقنيات الحديثة. ولكن هناك أيضاً العديد من الحلول والمقترحات والتحديات للتغلب على هذه التحديات، مثل التعاون العربي في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وتوفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية وتشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا. وإننا على ثقة بأن هذا المؤتمر سيشكل فرصة هائلة لتبادل الخبرات والأفكار ووضع خطط وبرامج عمل مشتركة لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة العربية. أيها السيدات والسادة الحضور، في الختام لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله نائب رئيس مجلس الوزراء الموقع على تفضله بافتتاح مؤتمرنا هذا، وعلى دعمه المتواصل ولا محدود لجمعية المهندسين الأحرارية. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ الدكتور عادل الحديثي على جهوده الحثيثة للارتقاء بمهنة الهندسة في وطننا العربي. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الجهات التي قامت بدعم ورعاية هذا المؤتمر، وهي هيئة تنظيم الاتصالات وشركة الخليج للبتروكيماويات وصندوق عمل تمكين وشركة بنفل. هذا بالإضافة للدعم الفني من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي IEEE والفيدرالية العالمية للمنظمات الهندسية ويفو والمعهد البريطاني للهندسة والتكنولوجيا IET. والشكر موصول كذلك إلى اللجنة التنظيمية والفنية للمؤتمر والعاملين في الجهات